نجحت. كان سابقا موضوع فصل الحصان اللي ركبته عن جسمه مقاطع التراكيب والقطع اللي بغير يرجع له. بس في نقطة مهمة الموضوع انه قلنا نبغى نشرحها بالتفصيل وش اللي يخلي فصل الحصان اللي ركبته عن جسمه يفرق عن الحصان اللي ما يفصل ركبته عن جسمه في الأوامر الواضحة أو ردات الفعل أو الفعل الواضح من الحصان. يعني سمعت الحصان أمر معين قاعد يعطيك إياه أو قاعد يقاومك، أو الحصان سوى حركة معينة من نفسه بدون أمر منك، يحاول ينطلق حول الحرن حول الكلب حول شنو إلى آخره، وأنت تعطي ردة فعل. وشو الفرق بين الحصان اللي يفصل ركبته عن جسمه واللي ما يفصل؟ طبعا مثلا عندي ذرعين، ممكن يجيك حصان يفصل ركبته عن جسمه متناسق، ممكن حصان يفصل ومتناسق، ممكن حصان شابك ركبته بجسمه متناسق، ممكن يكون غير متناسق. فالفصل بحد ذاته مو بأفضلية ولا هو بعيب، والشبك بحد ذاته مو بأفضلية ولا هو بعيب، زي المدي القوي مربوع إلى آخره. مو مهم ان مدي او مربوع او قوي، مهم تناسب هل هو مدي زين او لا، هل هو قوي زين او لا، هل هو مربوع زين الى اخره. فشرح التفصيل لها كالتالي، يعني لما تعطي الحصان امر معين تدري بس لفه كاه حركه الى اخره، او هو سوى حركه هو شنع من اذنك او هو حاول يدمس او حاول ينطلق الى اخره، بيسويها عاده برقبته، ثم الجسم زي ما قلنا يتبع الرقبه، قطعه الحصان كتفه بطنه كله تابع رقبته، فبيسوي شيء معين بالرقبه ساحبه او تغطيه او تذكيه، ثم الجسم يلحق ما فعلته الرقبه، سواء اللي فعلته الرقبه رده فعل لامر منك تعطي امر يعطيك رده فعل، او اللي سويته رقبه فعل تصرف من الحصان بدون ما تكون تعطي امر سابقا، يعني سوى حركه من نفسه للخروج عن سيطرتك وانت تعطي رده فعل. سبت الحصان سوى واحده من ثلاث برقبته، ثم الجسم يتبع رقبه، تعاملت مع رقبه صح الجسم تتحكم فيه، تعاملت مع رقبه خطا الجسم انت متحكم فيه وقت عليك. اللي يحصل كالتالي، اللي يفصل رقبته عن جسمه يتاخر وصول الاشاره حقه اليد اللي سويتها بالرقبه للجسم. فلما كع حصان تقري وش الفه او هو سوى حركه من نفسه انطلق سمع قمص الى اخره، بواكبه مواكبه صحيحه كشخص متقن او اقل كشخص متقن او خطا كشخص خطا، والرقبه حست بالموضوع، ان كان موزون رقبه بترضيك، ان كان صوره خطا رقبه بتقاومك، لكن في كل الحالتين سواء قاومك برقبه او ارضاك الجسم ما بعد حس باللي انت سويته برقبه انه يفصل رقبته عن جسمه. فكموزون رده فعلك بتخليك تسيطر عليه على طول، لكن سيطرتك بتكون على الرقبه، وبعد نص ثانيه او ثانيه الجسم يحس بالموضوع. كحصان يشبك بين الرقبه والجسم ما يفصل بينهم، مجرد انك تحكم اللي انت تعطيه كردة فعل او الاشاره اللي تعطيها للرقبه مباشره توصل للجسم، لان الجسم والرقبه قطعه واحده. فالبطء في وصول الامر لجسم الحصان يجعلك تحس انك قاعد يقاومك، الواقع انه ما قاومك. المقاومه تقاس بالرقبه وليس الجسم. يعني الحصان قاومك بالجسم لان رقبته ثقيله. لان عيه يوقف برقبه، عيه يكيع برقبه، عيه يدق يس برقبه، نعم عيه ثقل. لكن الحصان من يوم اعطيت الامر على طول اعطاك رقبه. بس تاخر في الكعه جزء من الثانية أو ثانية أو نص ثانية إلى آخره، ثانيتين إلى آخره، لأن رقبته مفصولة عن جسمه، فجاك بالرقبة قبل لكن الجسم جاي بالطريق. ما تقارن ذي بذيك، عشان أفرق بينهم، اللي ثقله من رقبته ما له علاقة بالجسم، بط إرضاء بالجسم يصاحبه ثقل ومقاومة بالرقبة. اللي بط إرضاء أهلك بالجسم لا علاقة بتركيبته، ما له علاقة بإرضاء أهلك، بتلاحظ مرتبته مره خليها مرضيك. كذلك اذا بغيت تفرق نفس الشخص ونفس دقته، لما يركب حصان يعطي نفس الامر وراكب نفس المده مدرب نفس التدريب، لو كان الحصان ما يفصل بين رقبته وجسمه سابقا بقطعه واحده، بتلاحظ ان ارضاء الجسم لك اسرع من الحصان الثاني، اذا التركيبه لها. طبعا هذا عيب ولا ميزه؟ ميزه من نواحي، عيب من نواحي. ميزه انك تخليك تطمئن انك تحس الحصان قد يسوي، لكن عيب من نواحي قد يحسسك ان الحصان مرضيك اقل من نواحي اعتقاده منك او لما الشخص يشاهد. لكن الواقع هو ان الحصان ما يعطيك ما تريد بالضبط ان الرقبه معك، باختصار لا يستطيع الانطلاق فعليا، لا يستطيع القمص فعليا، لا يستطيع التشنيع فعليا، لكن عقب ما حاول رديت رقبه، الرقبه تجيك قبل الجسم. بس هذاك لما انت تعطي امر معين حركه او توجيه او وقوف الى اخره، ما يقول لك لا يرضيك، لكن يرضيك بالرقبه قبل الجسم، هذاك يرضيك باثنين مع بعض، لان الاثنين يعتبرون قطعه واحده اصلا. اللي بينه وبين بيكون بينه وبينه.